مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من البرنامج اللي بتحبوه البيت الكبير. طبعا هنكون معاكم زي ما متعودين 3 ساعات، هنتكلم في موضوعات كتيرة جدا، موضوعات مهمة. هيكون إن شاء الله معنا ضيوف أنتوا بتحبوهم، وبإذن الله تكون حلقة مميزة دايما زي ما هم الناس مستنين مننا كده ومتعودين على كده. متعودين خلاص. أهلا بيك يا سيدي. أهلا بيك كابتن هاني، وأهلا بحضراتكم جميعا. مساء الخير، مساء الخير يا جمهور النادي الأهلي العظيم، مساء الخير على حضراتكم. زي ما أنتوا عارفين النهاردة في موضوعات مهمة جدا، وفي يمكن على الساحة الرياضية كده شوية أقاويل اليومين اللي فاتوا سمعنا حاجات غريبة جدا، عايزين نتوقف عندها ونتكلم مع حضراتكم. احنا من امبارح يا جماعة، عشان بس الناس تفهم يا كابتن هاني، احنا كنا أجازة جمعة وسبت، امبارح طلينا على الجمهور. امبارح احنا عارفين كويس قوي واحنا بنتكلم في قناة النادي الأهلي، عارفين مزايانا وعارفين عيوبنا. امبارح طلعنا اتكلمنا عن عيوبنا، امبارح طلعنا اتكلمنا عن العيوب الفنيه الكتير اللي واجهتنا في ماتش القمه. فاحنا لا بنتجاهل ولا بنتعمد ان احنا نتجاهل الاخطاء، ولا مكسوفين نتكلم فيها ولا الحاجات دي خالص. لا بالعكس، في حاجات بالعكس خالص طبعا. احنا ناس صريحه جدا مع نفسنا، ناس بتعرف تواجه نفسها كويس قوي، والحقيقه ده اللي هنفنده دلوقتي مع حضراتكم بالتفصيل. بس انا هسيب كابتن هاني يبدا وبعد كده نقول الكلمتين. انا بتكلم معاكي بكل امانه. يمكن احنا اتكلمنا امبارح على مباراه النادي الاهلي والزمالك، ان الفريق فعلا كان عنده اخطاء فنيه، وان النادي الاهلي اكيد مقبل على فتره صعبه وفتره مهمه جدا، وان احنا عارفين عيوبنا كويس قوي، وان في اخطاء فنيه حصلت في التشكيل، وكان في رعونه شويه في الاداء الدفاعي، كان في مشاكل في وسط الملعب. كل ده بنتكلم فيه، وكل ده متعودين ان احنا دايما نقول الحقيقه، مش متعودين ان احنا بنجمل الصوره، لا. لكن على الجزء الاخر والجزء المهم جدا، ان احنا كمان متعودين في النادي الاهلي ان احنا بنعالج عيوبنا جوه اوضنا، جوه الغرف المغلقه. وانا قلت امبارح انتقد النواحي الفنيه بشكل كبير جدا، اتكلم على لعيبتك، اللعيب دوت فنيا لا مش كويس، لا يعني تتكلم وتنتقد بالشكل اللي بيقول ان انت واحد من جماهير النادي الاهلي. النهارده عندنا موضوعين مهمين جدا. الموضوع الاولاني موضوع وليد سليمان، في حمله يعني حمله كبيره جدا ضد وليد سليمان، وكلنا عارفين وليد سليمان، وعارفين ان وليد سليمان يعني من الناس اكثر خلقا وادبا في يمكن الساحه الرياضيه واللاعبين المصريين بشكل عام. في يعني في حمله وكلنا عارفينها، حمله غير، انا يعني ما بين قوسين كده، حمله غير اخلاقيه. وليد سليمان بكل ادب وبكل احترام وبكل احترافيه راح زار طبعا عبد الشافي في المستشفى وبيواسيه، ووليد سليمان بيواسيه مش عشان هو كان قاصد يعوره او بيواسيه عشان بيعتذر له، لا، وليد سليمان راح بمبدا ان هو عايز يكون واضح قدام الجميع ان هو واحد من ابناء النادي الاهلي. خطوة مهمة جدا بيقوم بيها من نفسه، بيروح الراجل بيعتذر. عبد الشافي صديق شخصي خارج الملعب ليه وليد، يتقبل الاعتذار بشكل كبير جدا. كل الحملات اللي ضد وليد دي مش هتجيب نتيجة، كلها محاولات فاشلة جدا. بيقوم إذا كانت مرة بقى إن بينزل بخاتم في سحر، ومرة يقول لك بيتعمد الإصابات، حملات غريبة جدا جدا جدا. كل واحد يطلع بيتكلم دلوقتي بجد، إحنا مش هنرد، يعني إحنا مش هنرد. ويمكن ناس من جماهير النادي بتقول لا ردوا، إحنا هنرد، وهنخلي اللعيبة ترد في الملعب، وهنخلي البطولات هي اللي ترد. وعايز أقول لكم لو التالتة شمال موجودة، لو ما فيش كورونا، كنتوا هتشوفوا جماهير النادي الأهلي الحقيقية ما بين قوسين، الحقيقية هي اللي موجودة وبترد غيبة اللعيبة، وبترد وبتقف وبتساند اللاعبين. وبتكلم بين قوسين يا سهام، جماهير الدرجة التالتة وجماهير النادي الحقيقية، لأن احنا عارفين السوشيال ميديا دلوقتي كل واحد مستخبي ورا الكيبورد بتاعه يقول لك أنا أهلاوي، لكن أنا بعرف من خلال الكومنت اللي موجودة، بعرف من خلال أسلوبه إن ده مش واحد من النادي الأهلي.